مع انتهاء العام الدراسي نجد أن جمعية المرأة العمانية بخصب تركز جهودها في تنظيم البرامج والأنشطة التي تطرح ما هو مفيد من دورات متنوعة تواكب المعلومات والتقنيات الحديثة دون إغفال التراث والموروث الشعبي بهدف توفير الفائدة والمتعة للطلبة والطالبات. من زمان أول نحن الحبوت مثلا المرأة الكبيرة في البيت أم الرجل أو أم المرأة تجلس بعد صلاة العشاء وحوالينها الصغار البنات والأولاد وتكلمهم عن خرافات مال زمان أول. نحن سنطلق عليها اسم تحدودة، بشكل عام اسمها حكاية يعني، فهذه الحكايات نحن نكلمها ونعيدها لبناتنا عشان يتعلموا تراثنا الأولي، كيف احنا عشنا أول على التحدودة مثلا، واللي نسمعه من جداتنا، وهادين ونسمع ونطبق اللي نسمعه. المنتدى جميل ورائع، استفدنا منه وايد وايد أشياء، منا نصنع الأشياء اليدوية ونصنع المخدات ونصنع الميداليات من أشياء قديمة. المنتدى الصيفي الذي نظمته الجمعية واستمر لأربعة أسابيع تضمن العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتراثية والترفيهية كفعالية القرية الهندسية وكذلك القصص الشعبية القديمة وخياطة حافظات المصحف الشريف والقراءة وتطوير الذات وغيرها من الفعاليات التي أضافت المعلومة والمتعة والاستفادة للمشاركين والمشاركات. حيث جاء هذا المنتدى عطاء وارتقاء لاستغلال أوقات فراغ الطلبة والطالبات المشاركين بهذا المنتدى من خلال ورش عمل ودورات تدريبية قام من خلالها بتثقيف وتعليم المشاركين وتطوير ذواتهم. تم الاستعانة بمتخصصين وبيوت خبرة، منها شركة بيئة ومنها أشخاص متطوعين لخدمة ورفعة هذا المنتدى إلى أن وصل إلى هذه المكانة. إن إذا كسرنا أشياء ونزرها نصنع منها الأشياء، والأشياء التراثية والميداليات كثير أشياء. ختام المنتدى جاء مبسطا حيث اشتمل على تقديم مجموعة من الفقرات ككلمة الجمعية وقصيدة شعرية وبعض الفقرات التي عرضت ما حصل عليه المشاركين من فائدة خلال فترة المنتدى الصيفي. تنوع الفعاليات والبرامج والأنشطة في هذا الصيف أثرى معلومات هؤلاء الطلبة والطالبات بما هو مفيد وما هو مثري بالنسبة للمعلومات الثقافية والتراثية والاجتماعية. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي.